أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من الأصحاح الأول لسفر يشوع، وهذه الكلمات اللي الرب قالها ليشوع. يشوع هو قائد، الرب عينه قائد للشعب بعد رحيل موسى. الرب قال له ايه في آية 5؟ لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. وعد، فيش انسان هيقدر يعطل مجيء البركة اليك، مفيش انسان هيقدر يطلعك بره مشيئة الرب، ما فيش إنسان هيقدر إبليس يستخدمه لإيذائك، ما فيش إنسان هيعطلك، هيعطل نجاحك، هيعطل خدمتك، هيعطل دورك، مش النهاردة بس، النهاردة وبكرة وطول أيام وجودك على هذه الأرض. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. لا أهملك ولا أتركك. يعني الرب وعد، مفيش وقت أسيبك فيه، مفيش وقت أهملك فيه. لا أهملك ولا أتركك. كلمات الرب ليشوع هي لينا، لو احنا لينا علاقة مع الرب، لو انت ليك علاقة مع الرب تقدر تقول كده: إله يشوع هو إلهي، إله يشوع هو إلهي. والكلمات دي ليا طالما أنا في علاقة معاه، وطالما أنا ماشي عايز أبقى دايما في مشيئته. ومن علامة ان انا عايز ابقى في مشيئته ان انا بقاوم الخطية. طالما انا كده الوعد ده ليا. عزيزي المشاهد، لكي تكون متأكدا ان الوعد ده ليك، مش بس قاصر على يشوع، اقرأ معايا اصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين. الرسالة العبرانيين دي في العهد الجديد، أصحاح 13. يقول كده: الروح القدس لنا لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. تقول لي ده قال لي يشوع، أقول لك لا، ما هنا بيستشهد بالآية دي عشان يقول إن الآية دي كمان لكل شخص زي يشوع عايز الرب يستخدمه وعايز يطيع الرب وليه علاقة مع الرب. لأنه قال لا أهملك ولا أتركك حتى إننا، شوف إننا دي بالجمع، حتى إننا كل المؤمنين الحقيقيين اللي هم علاقة حقيقية مع الرب، حتى أننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف. ماذا يصنع بي إنسان؟ ماذا يصنع بي إنسان تقابل إيه في أصح واحد سفر يشوع؟ لا يقف إنسان في وجهك، يعني أمامك، ما يقدرش أي حد يمنع بركة الرب إنها تيجي لمؤمن، ما يقدرش أي حد عنده إيمان بالآية دي انه يعطل البركة، انه يقفل باب فتحه الرب، ما يقدرش يبقى آلة في ايد الشيطان ناجحة، ما يقدرش. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. دي نفس الآية في العهد الجديد، لانه قال لا اهملك ولا اتركك حتى اننا نقول واثقين. عزيزي المشاهد، قول بثقة الان ان الرب عمره ما هيسيبني، ان الرب عمره ما هيتركني. قول بثقة الوقت: إله يشوع هو إلهي، وعد الرب ليشوع وهو أيضا ليا. الرب مش هيسيبني
عشان كده أي إنسان لا يستطيع أن يؤذيني، ولا يستطيع أن يفشلني، ولا يستطيع أن يخرجني خارج مشيئة الرب. لا يقف إنسان في وجهك طول، يقول له كده كل أيام حياتك، طول أيام حياتك. والآية في العهد الجديد: حتى أننا نقول واثقين الرب معين لي. الرب معين لي، زي ما كان، ما هو قال له كده، زي ما كنت مع موسى أكون معك. وأنا وإنت نقول زي ما الرب كان مع موسى، زي ما الرب كان مع يشوع، يكون، تقدر تقول معايا يكون معنا. ولأنه معانا يبقى الرب، أقدر أقول الرب معين لي، عشان كده فيش حاجة تخوفني، فلا أخاف. ماذا يصنع بي إنسان؟ لا شيء. كل ما يفعله أي إنسان ضدي، أقول كده باسم الرب يسوع، يتحول إلى خير لي. كل حاجة يعملها أي حد ضدي لا تنجح بالنسبة لي، بالنسبة للي بيعمل، ولكن بالنسبة لي الرب يحولها إلى خيري. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. اوعى تخاف من الإنسان، اوعى تخاف من أي حد. أمورك مش في إيد حد، أمورك في إيد الرب، والرب يتحكم في هذا وذاك من أجل سلامتك، ومن أجل أن يستخدمك الرب أكثر وأكثر. رب أمورك مش في إيد إنسان، عشان كده تقول كده لا يقف بإيمان، لا يقف إنسان في وجهي كل أيام حياتي. كل اللي يعمله البشر يتحول إلى خير، وخير عظيم لي. عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر صموئيل الثاني وأصحاح 18، من كمل التأمل فيما حدث بعد دفن إبشالوم الذي قتل. قتلوا يؤاب في لما كان عامل انقلاب ضد داود الأب، بعد ما دفنوه قتلوه ودفنوه. بنتأمل في هذه الأحداث، وقلنا الشخصية البارزة في هذه الأحداث اللي الكتاب اتكلم عنها، وكل حاجة كتبها مكتوبة هنا في الكتاب ده، زي ما بنعرف وزي ما بنقرأ، نافعة لنا. كل ما كتب، الآية بتقول كده، كتب لأجل تعليمنا، نتعلم من الكلمة. فالشخصية البارزة هو الشاب أخي معص، وقلنا أخي معص اللي قاله قبل كده الكتاب المقدس عنه عظيم جدا جدا، هو عنده موهبة الجري وأمين، شخص أمين، والكتاب داود قال عنه ده شخص رائع صالح. اللي قرناه قبل كده عنه انه خد المعلومات بتاعت خطة أبشالوم ضد داود، خد المعلومات دي ونقلها لداود اللي كان هربان، جري جري جري، واستخدم موهبة الجري اللي عنده في إبلاغ الرسالة بتاعت المعلومات، الخطة الشيطانية اللي عملها أبشالوم، وصلها بسرعة 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 إلى داود. وبسبب إن داود عرف، عدى نهر الأردن بسرعة ورتب نفسه، وكانت النتيجة القضاء على هذا الانقلاب والقضاء على أبشالوم. يبقى عمل دور عظيم في إفساد الخطة أو المؤامرة اللي استخدم فيها الشيطان أبشالوم وأتباعه. ده المرة الأولى. المرة التانية بقى اللي احنا بنتأملها وبدينا نتأمل فيها في الحلقة اللي فاتت، لما مات أبشالوم، المرة الأولى كان في تكليف ليه،
أبوه رئيس كان كلفه، وهو كان عنده بقى الشجاعة والجرأة، ومن أجل داود أعمل أي حاجة وما خافش وجري ونقل المعلومات لداود في الوقت الصح. رائع. المرة دي بقى محدش كلفه، ده هو كلف نفسه. في فرق ان الرب يكلفك تعمل حاجة وان يبقى نفسك تعمل حاجة. نفسك تعمل حاجة تروح للرب عشان تاخد الحاجة اللي انت عايز تعملها دي من ايد الرب. ليه؟ لان احنا تعلمنا ان احنا نمشي بالقيادة الالهية، زي ما بتقول الرسالة الى روميا اصحاح 8، احنا اولاد الرب ننقاد اللي يقودنا روح الرب. احنا خراف ما ننفعش تمشي بمزاجك، تمشي بمزاجك تضيع. احنا محتاجين قيادة الراعي لينا، محتاجين قيادة الرب لينا. لا، الرب المرة دي بقى ما كلفوش بحاجة. المرة دي كان في تكليف واضح من خلال رئيس الكهنة، هنا ما فيش تكليف. راح قال للقائد يؤاب انا عايز ابلغ داود بالمعركة. يؤاب قال له انت مش الشخص المناسب المرة دي، انت مش الشخص المناسب. ليه؟ عشان اللي هتقوله للملك في قسمين، قسم كويس ان الانقلاب فشل وان هو مش في خطر، ده القسم كويس. في قسم تاني مش كويس على داود، هتقوله ازاي؟ ان ابنه مات وداود يحب ابنه رغم ان ابنه متمرد عليه وكان عايز يقتلك، لا يزال يحبه. هتروح تبقى انت مش كفء لهذه المأمورية. جاب القائد بتاع الجيش يؤاب، جاب الشخص الكفء اللي هو كوشي ده، وقال له روح بلغ داود. وداود كان ليه؟ لان داود ما كانش معاه في المعركة، داود كان في الصفوف الخلفية قوي في مدينة محنايم وقاعد منتظر الاخبار، اخبار المعركة. الا ان اخي معاص ما كان ملح باسم الرب يسوع. ما يبقاش عندنا الالحاح ان احنا نعمل حاجة خارج مشيئة الرب. يكون نفسك تعمل حاجة، مثلا نفسك تعمل رحلة، نفسك تشتري حاجة، وشايف ان الظروف حاجات بتقولك لا، ما تلحش، تعال للرب وقول له اذا كان ده مش في مشيئتك امنعني، لو ده الالحاح اللي جوايا في مشيئتك ساعدني. الحق اخي معص وقال لي يؤاب مش مهم، قال له الملك مش هيكافئك، يعني دي موضوع هتعمله مش هتاخد عليه مكافاه. فرد عليه قال له ايه؟ مهما كان مش مهم اخد مكافأة، انا عايز ابشر الملك، فدعني اجري. والحتة دي بقى تعلمنا حاجة كويسة، يعني هو في حتة كويسة حتى في الخطأ. في المرة الاولى كان مجد، كان نجاح، كان افساد للخطة الشيطانية، جري في الخفاء وبلغ داود باللي يعمله، باللي ناوي يعمله اخي، اللي ناوي يعمله أبشالوم. ولما عرف داود فسدت الخطة بتاعة أبشالوم. إنما المرة دي القائد بيقول لك إنك أنت مش هتعرف تقول لداود، قال له ومش هيكافئك، قال له أنا مش محتاج المكافأة. الحتة دي حلوة فيه إن هو مش باصص، مش بيتطلع إلى المكافأة. حلو حلو ان هو مش قال له انا مش عايز المكافأة، انا عايز ابلغ داود. حلو ان احنا في خدمتنا للرب نبقى بنخدم الرب عشان بنحبه، يعني انا مش اخدم الرب عشان ينجحني في الامتحان انا هدخله، وهروح الاجتماع عشان الرب يساعدني في الشغل بتاعي. لا، عايزين يبقى عندنا دافع. الدافع ده اوكي، مش هقول لك انه غلط، انما في دافع اعظم. ايه الدافع الاعظم؟ حبي للرب اللي يخليني عايز احضر الاجتماع، مش خايف ان انا لو ما حضرتش الاجتماع اسقط، لا، انا عايز احضر الاجتماع عشان بحب الرب وعايز اتمتع بالرب وعايز اسمع صوت الرب.
مش اللي هيخليني النهاردة أقرأ في الكتاب المقدس إن أنا خايف إن أنا لو ما قريتش يجيلي ما يجريش مكافأة يجيلي عقاب. لا، أنا الدافع بتاعي عبارة في الكتاب لأني بحب الرب، بحب كلمة الرب، وعايز أتمتع بالكلمة، وعايز أعبر عن محبتي للرب بالطريقة اللي الرب هيشرحها لي في الكلمة. فأخي ماس كان رائعا في دي، قال مهما كان أجري سواء قليل ما فيش أجر، أنا عايز أبلغ داود لأني في بطنه عايز يقول كده، لأني أحب داود عايز أبلغه. غلطته إيه بقى؟ إنه مش فاهم نفسه، ان اناءه ده تكوينه ده تركيبه ده ما ينفعش. زي واحد ما ينفعش تقول له قول بلغ اخوك الخبر ده يقول ما اقدرش، بس عارف نفسه انه ما يقدرش. هو بقى ما يقدرش بس مخدوع، شايف نفسه يقدر. ما لو انت تقدر كان الرب كلفك زي المرة الاولى، كان يجي لك تكليف الرب يخلي قائد الجيش يقول لك روح، لكن ده قائد الجيش قال لك انك انت تركيبتك وموهبك ما تنفعش في المره دي، تنفع في مرات تانية. انت مش هتعرف تقول لداود الجزء الوحش في البشار ان ابنه مات. لما الح يوقف قال له خلاص اجري، انا بعت واحد قبلك اسمه كوشي، انا اللي شايفه ان كوشي ده هو المناسب، انت شايف نفسك تقدر تقوم بالدور ده اجري. وفعلا يقول الكتاب فجرى اخي معص، بس خد بقى ايه سكه تانية، شغل مخه عايز يوصل قبل اللي كلفه يؤاب. مش يؤاب كلف واحد اسمه كوش ان يبلغ داود، داود كان في محنايم في مدينه محنايم باللي حصل في المعركه، لا هو عايز يوصل قبليه، ودي حته مش حلوه، مش حلوة ان انا ازاحم واحد في الخدمة بتاعته. ليه ابقى انا دايما اللي بعمل ولا العمر ده؟ طارد ان الرب عايز واحد تاني يوعظ اليوم ده، ايه المشكلة؟ لان انت بقى بتحب اخوك، هو عايز هو اللي يوصل البشارة. طب ما في واحد راح خلاص. باسم الرب يسوع نتعلم ألا نزاحم أحد في الحاجة اللي بيعملوها اللي الرب مكلفهم بيها. ده التكليف كان قدامك، انت سمعت يؤاب بيقول لكوشي روح بلغ داود. طب انت عايز تحرم كوشي ليه عايز تعمل انت الأمر ده؟ باسم الرب يسوع ما يبقاش عندنا الأنانية حتى في الأمور الروحية. ولما الرب يستخدم ناس تاني نفرح، لأن الرب بيستخدم الناس دي، وما نقولش لا احنا أحسن ونروح مبعدينهم. لازم أمورنا تبقى في محبة، والمحبة لا تطلب ما لنفسها. لما تلاقي واحد بيقوم بدور انت نفسك تقوم بيه تقول اساعده ان انا اصلي من اجله لاني بحبه وبقدر الرب اللي حطه في هذا الدور. بنتعلم. يقول الكتاب ايه؟ داود كان قاعد بقى، قاعد فين؟ تحت في السور، في بوابة كده، لها باب من بره ولها باب من جوه، لأن السور عريض، فهو قاعد في الحتة دي بين البابين، الباب الداخلي والباب الخارجي، وباعت واحد يراقب، حطه فوق إيه؟ فوق السور. يقول لك وطلع الرقيب إلى سطح الباب اللي هو إلى السور، ورفع عينيه فلقي واحد بيجري لوحده، فإذا برجل يجري وحده، ده راجل مخلص قوي وأمين في عمله، راح مبلغ على طول داود الملك. فالملك قال إيه؟ قال لو هو بيجري لوحده يبقى دي حاجة كويسة، لأن لو الناس اللي معانا انهزمت
هيجوا بقى كلهم متفرقين هربانين جايين ناحية يحتموا معايا في مدينة محناي. لكن لو جاي لوحده ده يبقى احنا انتصرنا والجيش بتاعنا مش بيهرب، خاضع للنظام وهيرجع مع بعض، وهيرجع بقيادة يؤاب القائد والاتنين اللي معاه أبشاي وإتاي، ومش هيرجع كده. يبقى لو انت شايف واحد بس يبقى ده رسول، ويبقى الجيش بتاعنا مش في حالة هروب، يبقى الجيش بتاعنا انتصر على أبشالوم، ويبقى الانقلاب فشل. داود عنده خبرة، لما يلاقي الجيش راجع متفرق هربان يبقى دي هزيمة، لكن شايف واحد بس بيجري لا، ده يبقى احنا انتصرنا وهم بعتلي الاخبارية. ان كان وحده في فمه ففي فمه بشارة حلوة، ده اذا كان لوحده. وبعدين الراجل ده كان بيجري، يسعى بيجري عايز يبلغ خبر ويقرب. وبعدين الرقيب بقى منتبه، ثم رأى الرقيب رجل آخر يجري، شاف اتنين، وغالبا واحد جاي من سكة واحد جاي من سكة تانية. فنادى الرقيب البواب وقال له قل لداود هوذا رجل تاني يجري وحده. فقال الملك، برضو لما هو ماشي لوحده يبقى بعتلي مبشرين، واحد معرفش يوصل، تأخر، ده في لص هجم عليه، يبقى البشارة توصلي. فقال الملك وهذا أيضا إيه مبشر. وبعدين فنادى الرقيب البواب وقال إني أرى جري الأول اللي شفته قرب كجري أخي معص ابن صدوق. ده معناه ان فعلا نجح في انه يوصل قبل كوشي، نجح بسبب الموهبة اللي عنده. ولكن لما نكمل القصة نلاقي موقف ما كانش فيه اي مجد ليه، موقف فيه خزي، لانه اصر ان يعمل حاجة لم تكن مشيئة الرب له ان يفعلها. عزيزي المشاهد، باسم الرب يسوع نؤكد لينا لأنفسنا ان احنا نبقى في مجد لما نبقى في مشيئة الرب. فليحفظنا الرب في مشيئتي، حتى لو جوانا الحاح ان احنا نعمل حاجة، لازم نتأكد ان الحاجة دي في مشيئة الرب عشان يبقى نهايتها مجد ونجاح ومش فشل وخزي. وأكمل معاك في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب أغلق الباب وافتح النافذة، هدية مجانية من خدمة أقمار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.